السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمهورنا الرياضي مرحبا بكم دائما في قناتكم. كما وعدناكم دائما نحطكم في الصورة ودائما مع كشف ملابسات كل مؤامرة تحاك ضد المنتخب الوطني الجزائري. ألا هذا هو هدف القناة، أننا ندافع عن المنتخب الوطني الجزائري ونكشف الحقائق. حتى إذا لم تتحرك يعني الفاعلين الرسميين في الجزائر، نحن لن نسكت باعتبارنا أنصار المنتخب الوطني الجزائري. فقط ما عليكم إخواني الدعم الفيديو، لانه لو كان ماشي نتوما تدعموا هذا الفيديو ما راحش يوصل. يعني هذا الفيديو راح نديره ماشي باش نشوفوا انا ولا يشوفوا يعني 100 ولا 200، وانما راني حاب نوصلوا صوت الانصار، صوت المدافعين على المنتخب الوطني الجزائري الى اكبر عدد ممكن من الناس، ليس فقط في الجزائر، لاني انا كل فيديو نترجمه الى عده لغات عالميه باش يوصل الى ابعد حد ويشوفوه الافارقه. وهدفنا كشف ملابسات وكشف مؤامره التي تحاك ضد الجزائر صراحة. إذا في هذا الفيديو أحبابنا خوتنا، واش راني حاب ندير؟ نعطيكم يعني واش صرا مع وليد صادي ولجنة التحكيم وحكام الفار وحكام حكم الساحة الأساسي بخصوص عدم يعني إعلان ثلاث ضربات جزاء الشرعية بلا ما نحتاسبوا يعني كل الأخطاء الساذجة اللي معليش أخطاء كوفرون في الوسط معليش، لكن باش تحرمني من ثلاث ضربات جزاء، يعني تحرمني من ثلاث أهداف، يعني هذا الشيء غير مقبول. وكنا قلنا ووجهنا رسالة وليد صادي أنه قلنا يجب الضرب من يد من الحديد، وإذا استلزم الأمر يعني المقاطعة، لأني أنا واش ندير به أنكم نروح نشارك على بالي بلي كاينة مؤامرة ضد المنتخب الجزائري ونخرج في الدور الأول، واش ندير بها؟ يعني أو نلعب منافسة باش نتأهل لكأس العالم يقصوني في أرض الوطن، واش ندير بها؟ لذلك لجنة التحكيم كما على بالنا بلي ما راحش تعيد لي المباراة، لذلك أقصى عقوبة تفرضها لجنة التحكيم هي معاقبة الحكم وفرض غرامة مالية وتغيير الحكم كما صرا مع الجزائر في مباراة بوركينا فاسو، بدلنا الحكم في مباراة موريتانيا. لكن ما هي النتيجة؟ ماذا استفدت انا اني كدت ان اقصى في الدور الاول. لذلك وجهنا رساله وليد صادي انه يجب الاتحاد مع كامل الاتحادات الافريقيه المظلومه والضرب يد من حديد. اذا شفنا الكولسه عيني عينك نخلو لهم المباراه، لانه ينعمار يعني بزاف انك انت في كل مرة تمنح لك ضربة جزاء ما يصفرها لاش، لكن بالنقض من ذلك بمجرد يعني سقوط أحد لاعبي الخصم يروحوا يجدوا للفار ويعاودوا في اللقطات. على كل حال هذه فقط كمقدمة صغيرة. نولوا إلى موضوعنا الأساسي، واش صرا بعد ما وليد صادي راح إلى لجنة التحكيم. لجنة التحكيم بدورها يعني لما شافت تهديد شديد اللهجة خصوصا من الصفحات الجزائرية والمدافعين على المنتخب الوطني الجزائري، يعني ما قدرتش يعني كما حنا نقولوا تكاموفلي اللاعب، لأن صراحة مواقع التواصل الاجتماعي تلعب دور فعال في نقل الحقيقة. على كل حال لجنة التحكيم، على فكرة عدنا يعني جزائري في لجنة التحكيم لكن ما شفنا حتى حاجة دارها، هذا نخصصوله يعني فيديو. على كل حال وليد صادي لما راح وشدد اللهجة مع هذو الناس وش قالوا؟ يعني استدعوا حكم الساحة. حكم الساحة قالوا له يعني بالصور والفيديوهات اللي احنا نشرناها على كل نطاق واسع، التلفزيون العمومي نشرها، كل الصفحات نشرتها، يعني لما شاف الصور يعني كما احنا نقولوا بوهت الذي كفر، يعني ما يقدر ما عنده ما يقول وما قدر ما يقول. الحاجة الوحيدة اللي قالها حكم الساحة وش دار؟ حصلها في الفار، قالهم أن الفار ما عيط ليش، ماشي مشكل، عاودوا استدعوا حكام الفار. لما استدعوا حكم الفار الرئيسي واش قالهم؟ انه الصور ما وصلتنيش. يعني دوك حنا نلعبوا حنا شغل دراري، علاش قلت لكم يعني افريقيا والله العظيم ما تطورتش؟ يعني هذو الاشياء في اوروبا عبالك باللي تبهدله كبيره. تستدعي حكم الساحه يعني التبرير تاعو علاه ما سفرش كان على الاقل يعلل يعني تعليل منطقي لي يخلي يعني احشيها انا يا سيدي، قال انا شفتها باللي ماشي اورجو، شفتها باللي ماشي ضربه جزاء، ما بانت ليش اللاعب كذا الكره كذا. لكن حنا نجو ليك او لجنه التحكيم تجي ليك وتقول لك علاش ما صفرتش، هاولاك الفيديو امامك اذا ما صفرتهاش واش تقول لهم؟ ماشي انا صاحبي ما بعثليش، صاحبي ما عيطليش، ومن بعد كي نعاودوا نجيبوا لاخر يقول لك لا انا الصور ما وصلتنيش. هذا ان دل على شيء، نفترضوا هي ما كاش منها، كل الصور كاينه، هذه مؤامره. حتى وان وليد صادي رئيس الفاف قال انه ما كاش مؤامره ضد الجزائر، هنا باش ما يخرجش يعني الامور عن نطاقها ويخلي التركيز نتاع الناخب جمال بالماضي والمنتخب الجزائري والانصار، لانه لو كان يقول فريمون صح كان مؤامره تطرطك.
والانصار تاعنا يعني ما يحبوش الظلم صراحه. على كل حال هذا ما راهوش عذر، ما راهوش دليل انه بحكم يقول لك ماشي انا باسكو صاحبي ما عيطليش، ولما نروح عند صاحبه يقول لك انا باسكو الصور ما وصلتنيش. يعني فرضا قلنا فرضا انه صحيح الصور ما وصلتلوش، من المسؤول هنا؟ المسؤول هنا هو الشركة المسؤولة عن الفار، الشركة المسؤولة او الاخراج المباراة اللي راهو عن طريق يعني ميديا بار الاسبانية. وكما على بالكم هذه الشركة المسؤولة او المسؤولة عن الفار والكاميرات واخراج المباريات و هذه كامل عندها مشاكل مع الجزائر في الشان السابقة، يعني بلا ما نعطيكم كامل التفاصيل واش صرا في الشان، نحاولوا دائما نبقاو ندوروا وين رانا. إذا هذه الشركة المسؤولة عن إخراج المباراة، إذا كان كذلك كامل على بالنا بلي كاين علاقة متوترة مع هذه الشركة، إذا إما الشركة مقصودة أو الحكام مقصودين، وأنا أظن أن الجميع متواطئ. الجميع متواطئ، ولما يتواطؤون الشركة ما يش من راسها تدير الأشياء هذه، وإنما لو كان ما حكمتش رشوة، ولو كان ما تقبضتش أموال، ولو كان ما عندهاش يعني تعليمات صارمة من أعلى مستوى أنك كل لقطة ما تعودهاش، كل لقطة تخص المنتخب الجزائري ما تعودش تولي لها، لذلك ما ماشي من راسهم يديروا هذا الشيء. لأنه لا يعقل، لا يعني شوفوا واش داروا سبحان الله. هذه الشركة مخرج نتاع المباراة، كل لقطة تخص المنتخب الوطني الجزائري لا يعيدها إلى روماركيتو، ما يعاودهاش. اللهم إذا عاودها خطرة بعد يمحي، لذلك يصبح عند غرفة الفار ما عندوش هذيك الصورة، لذلك باش يمحو كامل الأطراس. لكن هيهات، المباراة راهي مسجلة والناس راهي تشوف المباريات، لأنه يكفي من لقطة. الحمد لله كاين برامج ليوضحوا اللقطه كما اللي درتها لكم في القناه، يعني عن طريق برنامج خرجنا اللقطه، خرجناها صافيه. لذلك سبحان الله، يعني حتى واذا حبوا يخبوا الحقيقه ما تقدرش تخبيها في هذا العصر، في هذا الزمن وين كاين يعني التكنولوجيا حديثه. لذلك اظن ان المؤامره كاينه وتكون، وليس بتواطؤ فقط غرفه الفار او تواطؤ الحكم او تواطؤ مخرج اللقاء، بل الكل متواطئ ومسح كل يعني كل شيء. لذلك لو الان نعود الى غرفه الفار ما راحش تلقى الصور كيما مباراه الجزائر والكاميرون. لو تعود الان الى المحادثه ما بين الحكم قاسمه وغرفه الفار هتلقاها ما كاش، لانهم على بالهم واش كاين واش ما كاش، يمحو او تكون كاين اشارات ولا تعليمات مسبقه اني انا منتخب الجزائر لما يطيح ما نعاودش نولي لهذيك اللقطه. لذلك اظن انه على المنتخب الجزائري والجمال بالماضي في المباريات المقبله بحول الله تعالى، يعني ما نديروش على الفار، ما نلعبش باسكو كاين الفار يصفر ضربة الجزاء، نحاول نسجل، ما نلعبش على البيناتي. مام اللي جوار نتاع لا ديفونس ما يديروش حسابهم انه نلعب الاورجول، انه ما يصفرهالاش، انه هو ماذا به البيت. يعني كما البيت نتاعهم، يعني لقطة تاع ماندي، البيت يعني ماندي الكعب نتاعو فقط كسر الاورجول، يشوف لك سبة ويصور لك من الزاوية اللي انت تأمن. لذلك ها واش صرا الان، واظن انه هذا خير دليل انه هناك مؤامره محاكاه ضد الجزائر، يعني احنا نقولوا مخيطه من كمال النواحي. لا حكم الفار عنده دليل قاطع تدينه، لا حكم الساحه لا مخرج اللقاء. لذلك كيفاش هذا؟ ان شاء الله تكون فهمتوا المقصود. طلنا رايكم في التعليقات. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.